بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة المايكرو بروسيسور، والنهاردة بندي المحاضرة رقم 10. أول حاجة في المحاضرة بنتكلم على الاندكسد أوبراند. ايه هو الاندكسد اوبراند كتعريف؟ هو بيضيف ا كونستانت ثابت للريجستر. ليه؟ عشان يجنريت، عشان يولد ان افكتيف ادرس. تمام، يعني بتضيف زي ثابت عشان يولد لك ادرس فعلي يعني. تمام كده. طيب ليه طريقتين للتمثيل، تمثيل بتاعه. زير ار تو نوتيشنال فورم. ايه هما؟ بتكتب ما بين قوسين مربعين الليبل زائد الريجستر، القيمة الريجستر الريج، او ليبل بين قوسين الريجستر. اللي بين قوسين دي او الكلمة الريجستر دي هي بترمز للاندكس بتاعك. تمام، تعال نشوف كده فور اكزامبل يعني عشان يوضح لي هذا الكلام. انا عندي دوت داتا، عندي اري دبليو، الساعة بتاعته الداتا اسمها اري دبليو، الساعة بتاعتها وورد. الداتا اللي فيها ايه بقى؟ فيها 1000 هيكس و2000 هيكس و3000 هيكس. طبعا الثلاث الارقام دول اللي موجودين عندي متناسبين لمين؟ للوورد. يعني كده انا ايه اقدر اقول ان هم مناسبين لايه؟ للوورد بتاعي. تمام كده. طيب الا ان الوورد بيعتبر كام؟ 2 بايتس، يعني في 16 بيتس، ودول ال1000 هيكس او 2000 هيكس او 3000 هيكس كلهم 16 بيتس. تعال نشوف بقى الاكزامبل الكود بقى اللي هيوضح لي الاندكسد اوبراند. لما بقول موف اي اس اي 0 يبقى معنى كده ايه؟ ان انا الزيرو هتتحط فين؟ في الاي اس اي. بعد كده بقى بص بقى للامر اللي بعديه، موف اي اكس، اهو بقى الاندكسد اوبراند، اري دبليو زائد الزيرو. يبقى معنى كده اري دبليو زائد الاي اس اي اللي هي زيرو. يبقى هيعمل ايه؟ هيروح بقى لاول عنصر في اري دبليو ويجيب الكونتنتس بتاعته. يبقى في حاجتين اهو، هو بيروح للادرس اللي هو اسمه اري دبليو، فاري دبليو بيقف على اول عنصر فيه. لما اقول اري دبليو زائد زيرو يبقى بيقف على الزيرو، يبقى اول عنصر فيه. تمام، وبعدين يحط فيه مين؟ انا ما بحط بين قوسين مربعين، يبقى هيشوف القيمه اللي هي 1000 هكس. تمام كده. طيب تعال بص للي بعديه، ده زي اللي هي الايه الطريقه الايه اللي هي النوتيشنال فورم دي اللي هي مكتوب فيها بين قوسين مربعين الليبل زائد الريجستر. في طريقه تانية ان انا بكتب اري دبليو بين قوسين مربعين اي اس اي اللي هي الطريقه التانية اللي هي ليبل بين قوسين مربعين الريج. فانا كتبت كده اري دبليو بين قوسين مربعين اي اس اي، الاي اس اي فيها كام؟ زيرو. يبقى الاري دبليو الاندكس رقم زيرو. تمام، يبقى كده هيجيب لك الكونتنتس بتاعته. تمام، يبقى هي دي اللي هتتحط في الايه؟ في الاي اكس معايا. يبقى هنا هياخد الكونتنت. اد، خلي بالك بقى من اللي بعد كده، قال اد اي اس اي 2. يبقى الاي اس اي هتتحرك حركتين، خلي بالك هتبقى باتنين. فلما بيقول اد اي اكس اري دبليو زائد الاي اس اي، يبقى الاري دبليو اللي هي الداتا بتاعتي اللي اسمها اري دبليو لما بيتحرك حركتين يبقى كان البوينتر وقف عند تاني عنصر. واحد يقول لي طب انت قلت اي اس اي باتنين، يعني انت دلوقتي مزود اتنين، يبقى المفروض يتحرك حركتين يعني من 1000 هكس ل 3000. لا، اقول له لان الوورد 2 بايتس، الحركه بتاعتك بايتس، فاهمني؟ فاحنا دلوقتي اتحركنا 2 بايتس، يعني كاني اتنقلت للوورد اللي جنب منها اللي هي 2000 بالهكس. فهيتحرك بقى واقف كده، هو واقف دلوقتي على 2000 هكس، بما انك حطيت في قوسين مربعين هياخد الايه؟ الكونتنتس اللي هو القيمه اللي هي 2000 هيكس، هو واقف عندها وخد قيمتها هي اللي حطها في الاي اكس. زي بالظبط لما كنت بتاخد الاري في السي بلس بلس، لما بتقول له اكس مثلا بين قوسين مربعين اوف زيرو، فبيجيب لك قيمه الاندكس رقم ايه؟ زيرو. هنا الاندكس رقم زيرو اللي هو 1000، الاندكس رقم 2 لان انا بتحرك ايه؟ 2 بايتس، يعني وحدتي في الحركه بالبايتس. فالورد يبقى انا اي حركة ليا من وورد لوورد ان انا بتحرك حركتين. طب بيقول لك ايه الموديفاي في الاكزامبل ده لو انا اتكلمت على دبل وورد؟ يعني افرض ده كان دبل وورد، يبقى ايه التغيير؟ التغيير بدل ما تكون الاد اي اس اي 2 هتبقى اد اي اس اي كام؟ 4، لان الدبل وورد فيه كام بايتس؟ انا الريفرنس بتاعي انا عندي كام بايتس. تمام كده. ندخل في الجزئية برضو بتاعت الاندكسد اوبراند. ممكن ان احنا ديكلير بوينتر فاريبل، برضه مؤشر، يعني ممكن ان احنا نستخدم البوينتر فاريبل، وقلنا عليه البي تي ار. البي تي ار نقدر ان احنا نستخدم بوينتر فاريبل ذات كونتين ذا اوفست اوف انذر فاريبل.
ماشي، يعني variable نسميه مثلا for example pointer، بيشاور على اول عنصر في الداتا بتاعتك. تعال بص كده معايا على example على هذا الكلام، بقول dot data array w، بعد كده قلت word، يبقى السقه بتاعتي word برضو نفس الكلام 1000 هكس و2000 هكس و3000 هكس. بعدين عرفت داتا تانية اسمها btr var، يعني كأني بقول pointer variable يعني، فسميتها btr var. دبل وورد يعني الساعه بتاعتها دبل وورد، وقلت اري دبليو، يبقى اري دبليو بقى واخد قيم الاري دبليو بس مشاور على اول عنصر دلوقتي، زي البوينتر بتاعك بيشاور على اول عنصر في الاري اللي خدته في السي بلس بلس. لو كان فاريبل بيشاور على الفاريبل، لكن لو كان اري بيشاور على اول عنصر في الاري. طبعا هنا عناصر كتير فبيشاور على اول عنصر فيهم اللي هو 1000 هكس. بعدين بقول له بقى في الموف اي اس اي بي تي ار فار، يبقى هنا هيحط بقى ايه بي تي ار فار، هيحطها في الاي اس اي اللي هي اللي ايه الادرس بتاعه. بعدين بقول له الكونتنتس بقى موف ما بين قوسين مربعين الكونتنتس اللي هي ال1000 هكس، يبقى الايه اكس فيها ايه ال1000 هكس. وبيقول لك مثال بديل الترنيت فورم، ممكن كان البي تي ار فار اللي كانت مكتوبه فوق دي كنت تكتبها ازاي، دي وورد كنت ممكن تكتب كلمه اوفست قبل اري دبليو، ماشي كتبتها او ما كتبتهاش كده كده هو بيشاور على اول عنصر في الليسته بتاعتك، تمام كده. ده بالنسبه للجزء بتاع الاندكسد اوبراند. في جزء تاني عايزين نتكلم عنه في المحاضره بتاعتنا، فخليكم معانا. بنستكمل المحاضره بتاعتنا من خلال شرح جزئيه unconditional jump and loop instructions، يعني انستراكشن جديده هنتكلم عنها هي الجامب انستراكشن، وهنتكلم على انستراكشن تانية اسمها اللوب انستراكشن. ومن خلال اللوب انستراكشن دي هنشرح اللوب اكزامبل على اللوب، وهنعمل سامينج لان انتجر اري باستخدام اللوب انستراكشن، وبرضه هنعمل كوبينج استرينج من باستخدام اللوب انستراكشن. تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجه الجامب انستراكشن. الجامب انستراكشن ببساطه جدا ايكويفالنت الحاجه انت كنت بتاخدها في السي بلس بلس اسمها جو تو ستيتمنت في السي او في السي بلس بلس. طبعا في ناس كتير عارفه السي بلس بلس، اللي مش عارف الحته دي او الجزئيه بتاعت جو تو او الجزئيه بتاعت اللوب، انا في محاضرات بديها طبعا على القناه بتاعتنا بنشرح فيها السي بلس بلس بروجرامنج زي ما ناس كتير قوي عارفه. ففي جزئيه اللوب ممكن يرجع للفيديوهات بتاعت اللوب. فهنا احنا عندنا الايكويفالنت ليها جو تو ستيتمنت اللي هي اللي موجوده في السي او السي بلس بلس، او ايكويفالنت اللوب. يعني ايه لوب؟ لوب يعني حاجه بتتكرر اكتر من مره طول ما الكونديشن ترو، يعني الستيتمنت بتاعتك بتتكرر طول ما الكونديشن ايه ده ترو. بس هنا بقى ايه بيقول unconditional jump، يعني مفيش يعني jump يعني بيقفز الايه لليبل معينه لعنوان معين داخل الايه البروسيدور بتاعك، موجود داخل البرنامج بتاعك. طب عشان افهم اكتر، انا عندي مثلا سينتاكس معين بستخدم جامب تارجت، اللوجيك ان انا بروح لهذا الايه الجامب او لهذا المكان. اكزامبل عشان نفهم، في عندك ليبل اسمها توب، كتبت كذا ستيتمنت قلت جامب للتوب، انا مش عامل اي كونديشن على الجامب بتاعتي، فهيعمل ايه؟ فهيروح رايح للتوب كاتب نفس الانستراكشنز دي تاني، كل ما يخلصها يلاقي نفسه جامب للطب يروح راجع مره اخرى يعمل ايه؟ يروح منفذ هذه الاستيتمنت. دي ايكويفالنت الحاجه كانت في السي بلس بلس اسمها جو تو، بيوديك لايه؟ لسطر معين تبدا تكرر الاسطر كلها لحد ما بتوصل لجو تو، او هنا بتوصل لايه؟ لجامب. بس ده انكونديشنال، يعني ما فيش شرط عليه، فعمال بيتكرر كتير طبعا بطول ما ايه الايه مفيش كونديشن عليه، فبيتكرر اكتر من مره، تمام كده. تعالى للجزء الثاني اللي هو اللوب انستراكشن. اللوب بقى بيتكتب ازاي؟ اللوب بقى ان انا بعمل الانستراكشنز بتاعتي بتتكرر اكتر من مره لحد ما تصل الى كونديشن عندي يبقى فولس، يبقى يخرج من هذه اللوب، تمام. يبقى اللوب انستراكشن كرييت اكاونتنج لوب. يعني كاونتنج لوب يعني ليه عدد. طب العدد ده على اساس ايه؟ بص بقى معايا، احنا زمان قلنا ان عندنا من انواع الريجسترز الاي سي اكس، الاي سي اكس بيستخدم باي ذا سي بي يو اوتوماتيكالي از لوب كاونتر، يعني الاي سي اكس ده هو اللوب كاونتر بتاعي، تمام كده. فانا الاي سي اكس بديلها قيمه، لو الاي سي اكس دي واخده قيمه مثلا ولو يكن باربعه، المفروض ان انا خلال البرنامج بتاعي الاي سي اكس دي بتقعد تنقص 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 اوتوماتيك
لحد ما تصل الى الزيرو. طول ما هي مش بزيرو الانستراكشن بتتنفذ، او مجموعه الانستراكشنز بتتنفذ. اول ما تساوي زيرو يعمل ايه؟ تتوقف اللوب بتاعتي. فانا اقدر هنا اتحكم في عدد الايتريشنز بهذه الطريقه. تمام. طب تعالى نشوف اكزامبل عشان يوضح هذا الكلام بشكل بسيط جدا. عندك الاكزامبل ده، تعالى نجيب بقى برضو القلم بتاعنا زي ما متعودين عشان نشرح بدقه شويه. انا عندي عايز اجمع المجموع ده كله، 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1. نعملها ازاي؟ بص هنا قال لك موف اي اكس 0، يعني هيحط الزيرو في الاي اكس. تمام. بعدين حدد بقى زي ما انت كنت بتعمل الصم بيساوي زيرو. بص هو عاملها لك في الكومنت في السي بلس بلس، كنا بنحط الصم بيساوي زيرو، انيشال فاليو اللي انت اللي هو اللي زي فاريبل اللي انت عمال تعمل فيه الابديت بتاعك كل شويه لحد ما يجيب لك المجموع، كل شويه هتغير فيه لحد ما يجيب المجموع، فبيبدا انيشال بزيرو. فانت حطيت الزيرو في الاي اكس. خلي بالك الاي سي اكس بقى ده العداد بتاعك بخمسه. اخترت خمسة ليه؟ لأن هو بيتكرر خمس مرات، خمسة وأربعة وتلاتة واتنين وواحد، فاخترت أنا الخمسة عشان كده. تعال بقى ندخل بقى في اللوب، سميت الليبل L1 وحاطط نقطتين، بقول له آد AX و CX. الـ CX عندك بكام؟ اللي هي اللي بخمسة. واحد يقول لي دي اسمها ECX، ما هي الـ ECX إحنا قايلين إن هي فيها جزء هاي وجزء يعني في 16 بت خاصين بالسي اكس، هي اكستندد سي اكس، يبقى ال 16 بتوع اللي في الاول اللي على اليمين اسمهم سي اكس، الاكستندد سي اكس ال 16 بتس اللي على اليمين اسمهم السي اكس، فهم بيحتوي على القيمه اللي هي كام؟ القيمه 5. تمام. والسي اكس دي زي ما تتذكر انها بتتقسم لسي هاي وسي لو. السي هاي برضو 8 بتس على الشمال والسي له 8 بتس على اليمين، لكن السي اكس الساعه بتاعتها 16. ما علينا. طيب انا عايز احط الخمسه دي في الاي اكس. تمام. يبقى انا هيبقى عندي الاي اكس بقت بكام بعد اول ايتريشن؟ اكتبها لك هنا مثلا ان الاي اكس عندك بكام بعد اول ايتريشن؟ هتبقى بخمسه، صح؟ ان انا عملت اد الاي اكس فيها زيرو والسي اكس فيها كام؟ الخمسه، فالناتج 5 هو اللي هيتحط فين؟ في الاي اكس. احنا بنجمع اي اكس مع سي اكس والناتج يتحط فين؟ في الاي اكس. يبقى الاي اكس بقت بخمسه، ده بعد اول ايتريشن. بعد كده ايه اللي يحصل؟ عايز بس امسح لك الحته دي. بعد كده ايه اللي يحصل يا جماعه؟ ها بعد كده ايه اللي يحصل؟ يقل الاي سي اكس واحد، فبدل ما كان 5 بقى 4 اوتوماتيكالي. دي البرنامج ما بيقولش عليها، هو الاوتوماتيك عشان هي شغاله باللوب فبيقل واحد. فهي لما تقل واحد تبقى كام يا جماعه؟ تبقى باربعه. يبقى اي سي اكس بقت باربعه. بعدين قال لي اد اي اكس زائد السي اكس. طب الاي اكس فيها كام؟ الخمسه هي اللي انا كاتبها لك، مجموع عليها السي اكس اللي فيها اربعه، يبقى هيبقى خمسه زائد اربعه. خلاص هم دول هيتجمعوا على بعض، هم دول هيبقوا في الاي اكس، هيتخزنوا. يعني اي اكس فيها خمسه اتجمعت عليها السي اكس اربعه، الناتج اتحط في الاي اكس، لان الناتج بيبقى من اليمين للشمال. وبعدين يجي بقى لوب ال1 يقلل السي اكس 1 فبقت 3. بعدين قال لك اد اي اكس، طب الاي اكس فيها كام؟ 5 زائد 4 اللي هي 9 يعني. ضيف عليها السي اكس، السي اكس وصلت لكام؟ ل 3. يبقى زائد 3. تمام. وقلل السي اكس 1، يبقى لما تقلل السي اكس 1 تبقى بكام؟ تبقى ب 2. وبعدين ينفذ امر اد، اد اي اكس وسي اكس، الاي اكس فيها 5 زائد 4 زائد 3، يضاف عليها السي اكس الجديده اللي هي 2. خلاص؟ ويقلل السي اكس 1 بقت بواحد. اد بقى اي اكس، الاي اكس فيها 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2، ضيف عليها السي اكس اللي هي بواحد. تمام كده؟ يجمع بقى المجموع عندك ده. لسه ثانيه واحده، بقلل السي اكس بقت بزيرو، يخرج من اللوب فيروح جامع هذا المجموع بس، يبقى اللوب توقفت عند هذا المجموع اللي هو مطلوب انك تجمعه، لان هو السي اكس المره الجايه هتبقى بزيرو. احنا بن ايه؟ طول ما هي مش بزيرو احنا بنكرر، فهي ما بقت بزيرو طبعا بتتوقف اللوب ايه بتاعتي. فكده هو عمل ايه؟ اللوب بتاعتك عملت ايه؟ جمعت الارقام دي. ده اكزامبل على اللوب. طب نستكمل. بيقول لك هنا سؤال، what will be the final value of AX في المثالين اللي قدامي؟ أنا بقول move AX ب 6 وموف ECX ب 4، حاطط 4 في الـ ECX.
بيقول لك انكريمنت الاي اكس، هي الاي اكس اول مره ب6. تعال نجيب البوينتر بتاعنا او نجيب القلم، انا اسف. فالاي اكس ب6، ازود الاي اكس تبقى بكام؟ ب7. يبقى الاي اكس بقت ب7 بعد اول اتريشن. والاي سي اكس بقت بكام؟ 4 بقت ب3. 3 يبقى يدخل تاني على اللوب، يبقى الاي اكس تزيد 1 بقت ب8. والاي سي اكس تقل 1 بقت ب2. وبعدين يدخل يزود الاي اكس بقت ب9. وبعدين يقلل الاثنين بتاعت الاي سي اكس تبقى بكام؟ ب1. وبعدين يزود الاي اكس بقت ب10. انا وصلت الاي سي اكس بكام؟ ب1. يعني هنا كانت عند الاولانيه دي كانت ب4، وهنا 3، وهنا 2، وهنا 1. دي مين الاي سي اكس؟ هكتبها لك فوق كده الاي سي اكس. طيب بعد الاي اكس ما بقت ب4، الاي سي اكس هتبقى بكام؟ بقت ب0. يبقى ما يكملش، يبقى وقف عند الاي اكس بكام؟ ب10. يبقى الاكس بتاعتي بكام؟ ب10. يبقى ده الناتج بتاعي. يبقى الاكس بتاعتي بكام يا جماعه؟ ب10. تمام، هو كاتبها لك اهو النتيجه ب10. طب تعالى للسؤال الثاني، بيقول لك موف اي سي اكس ب0. يبقى محطوط 0 في الاي سي اكس. بعد كده بيقول لك اكس 2 انكريمنت الاي اكس. بيقول لك لوب اكس 2. بيقول لك اللوب ده هيتكرر كام مره؟ خلي بالك في مشكله هنا، ان في ناس بتفتكر ان اللوب ده مش هيتعمل خالص لان الاي سي اكس ب0. لا، لو الاي سي اكس بواحد ماشي، يبقى كده هي كان اتريشن، اتريشن واحد. انما لو بزيرو معناها مفيش اتريشن، لا انت بتعمل انكريمنت وبعدين تنقص. طب لما تيجي تعمل انكريمنت الاي اكس بقيمه معينه هيزود الاستيتمنت دي، هتزود وات ايفر الاي اكس فيها كام. طب الزيرو لما تنقص واحد بعد الاتريشن، لازم تنقص واحد بعد تنفيذ الانكريمنت، هتبقى النتيجه كام؟ تعال نجيب الايه القلم بتاعنا. يعني هتبقى مجموعة من الوحي، بص كده انا هكتب لك حاجة كده اللي هي نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يا جماعة يعني ايه؟ ها؟ يعني وحايد بعدد الاي سي اكس 32 واحد، يعني دول عددهم وحايد، عددهم 32 بيتس. ازاي؟ واحد يقول لي ازاي نيجاتيف 1 بكذا؟ اقول لك، هو نيجاتيف 1 مش هي التوس كومبليمنت بتاع الواحد؟ طب الواحد بكام؟ مش الواحد يعني واحد وجنبيه صفار كده كتير؟ صفار كام؟ صفر 31 صفر، صح ولا لا؟ لان انا العدد عندي 32، يبقى جنبيه كام؟ جنبيه 31 صفر. تمام، لما اعمل له توس كومبلمنت، التوس كومبلمنت بنعمله سريعا ازاي؟ انزل الواحد زي ما هو واعكس الايه؟ كل اللي بعديه، فهيبقى كلهم وحايد. تمام، اللي هي لسه انا كاتبها. طب لما كلهم بقى وحايد، يعني كانه اعلى قيمه لل 32 ايه؟ بيتس. تمام، يبقى هو هيتكرر كام مره بالعدد ده؟ يعني 2 اس 2 وايه؟ 2 اس 32، يعني كاني بكرره. ليه؟ لانه هيجي بقى الرقم ده يبدا ينقص واحد، وبعدين ينقص واحد عشان يوصل للصفر. انت كده عند اخر رقم، عشان يوصل للزيرو هتاخد ايه؟ 2 اس 32 اتريشنز. مظبوط كده؟ يبقى هتاخد عدد الاتريشنز 2 اس 2. مثال، افرض الاي سي اكس دي بكام؟ بايه؟ 8 بيتس، عشان اسهلها لك. لما الزيرو تنقصها واحد نيجاتيف 1 هيبقوا 8، 8 وحايد، صح ولا لا؟ ادي 4 وحايد، ادي 4 وحايد. الرقم ده كام؟ 255، مش كده؟ طب 255 هينزل، خدت بالك، لحد ما يوصل للصفر هيبقى كام مره؟ 255 مره، بالاضافه ان في مره تنفذ في انكريمنت اي اكس، يبقى 256، يعني كانه 2 اس 8. يبقى عدد المرات 2 اس 8، يبقى هنا عدد مرات التنفيذ كام؟ 2 اس 32، يعني اللي هي 2 اس 2، انا اسف، 2 اس 30. تمام، اللي هي تطلع بكام؟ تعالى كده نشوفها مع بعض، نعمل كلير للسكرين بس. 2 اس 32 اهي، تعالى نجيب البوينتر اهي. ال 4 مليار وشويه دي اللي هي 2 اس 2 في 2 اس 30، 2 اس 30 دي في 2 اس 2، 2 اس 2 ب 4، يبقى 4 في 2 اس 30. 2 اس 30 اللي هي كام؟ اللي هي 294، يعني بوينت 294 967، 296. تمام، اوعى تفتكر 2 اس 30 دي 1 مليار، لا،
اكتر. ليه؟ لان 2 اس 30 هي 2 اس 10 في 2 اس 10 في 2 اس 10. 2 اس 10 مش ب 1000، ب 1024، كانها 1024 في 1024 في 1024 في 2 اس 2 اللي هي ايه؟ ب 4، يبقى تديني القيمه دي. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالى لحاجه مهمه قوي اسمها النستد لوب. نستد لوب يعني ايه؟ يعني لوب جواها لوب، تمام؟ دي انت خدتها في السي بلس بلس. اللوب في بيبقى اوتر لوب، لوب خارجيه ولوب داخليه. اللوب الخارجيه مثلا لو بتتنفس 100 مره والانر لوب مثلا 20 مره، عايزين نعمل برنامج بيعمل هذا الكلام. اقول لك حاجه، الاوتر لوب لازم تتنفس مره واحده، والانر لوب للانر لوب تتنفس كامله، يعني كل مره من الاوتر لوب تتنفس الانر لوب كامله. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا بتتنفس 100 مره الاوتر لوب، اول ايتريشن الانر لوب هتتنفس 20 مره، تاني ايتريشن للاوتر لوب هتتنفس الانر لوب 20 مره، تالت ايتريشن هتتنفس الانر لوب 20 مره. يبقى كده كاني لحد الايتريشن رقم 100 هتتنفس الانر لوب 20 مره، يبقى كده عدد الايتريشن كام؟ 2000 ايتريشنز. طب تعالى نشوف دي ونجيب القلم بتاعنا عشان نوضح هذا الكلام. اول حاجه اعرف لك داتا كاونت، الساعه بتاعتها دي وورد وما ادالهاش انيشال فاليو. بعدين قال لك موف اي سي اكس 100، دي بتاعت بقى الاي سي اكس، هي زي العداد بتاعي اللي هو بتاع الايه المفروض يوصل للصفر تتوقف اللوب. بص بعرف لوب 1، اعرف اوتر لوب وعرف انر لوب، ال1 وال2. ال1 هي الاوتر لوب والال2 الانر لوب. بص بقى موف كاونت اي سي اكس، يبقى الاي سي اكس هتتحط في كاونت، الاي سي اكس فيها كام؟ 100. يبقى الكاونت هيبقى فيه ايه؟ 100. بعد تنفيذ دي الكاونت هيبقى فيه 100. ركز بقى معايا، موف اي سي اكس 20، يبقى ال 20 هتتحط في الاي سي اكس بتاعت الانر لوب، هتتنفذ الانر لوب ال 20 مره. بعد ما تخلص بص خرج منها كتب ايه؟ موف اي سي اكس كاونت. الكاونت بكام عندك؟ بال 100. مش انت قبل ما تدخل اللوب الكاونت كان واخد قيمه 100؟ رجع ال 100 لمين؟ للاي سي اكس. فالاي سي اكس بقت بكام؟ ب 100. قبل ما تخرج قبل ما ينط ل L1 بتنقص واحد، بقت 99. تمام؟ عشان يعمل الايتريشن الثانيه اللي هي الاي سي اكس بكام؟ ب 99. 99 عشان يحتفظ بيها خزنها اول خطوه في الايه؟ في الكاونت. يبقى دي الايتريشن الثانيه بتاعت الاوتر لوب، هيدخل جوه الانر لوب الاي سي اكس ب 20، يبقى هتبقى الاي سي اكس ب 20 هتتنفذ اللوب دي 20 مره الانر لوب. بعد ما يخرج من الانر لوب يلاقي موف اي سي اكس الكاونت، الكاونت بقت بكام المره دي؟ مش ب 100، ب 99. 99 وبعدين تنقص واحد قبل ما تنط الايه ل L1 او قبل ما تقفز ل L1 تبقى 98. يبقى الاي سي اكس اتحطت في الكاونت بكام؟ ب 98. يبقى الكاونت بقى ب 98. دخل بعديها السطر اللي بعديها موف اي سي اكس 20، يبقى تتنفذ الانر لوب 20 مره. بعد ما تخلص ال 20 مره بتوعها بتلاقي موف اي سي اكس كاونت، الكاونت بكام يا جماعه؟ 98 هي اللي في اي سي اكس، وتنقص واحد بقت 97 وهكذا. يبقى الاي سي اكس اتحطت ال 97 دي في الكاونت، يبقى دي للايتريشن الايه؟ الرابعه اللي هي الاي سي اكس الانر لوب تتنفذ 20 مره. المعنى اللي الاوتر لوب كل ايتريشن من الاوتر لوب الانر لوب بتتنفذ كامله، وده اللي كنت بتعمله في الايه؟ في الفور او في النستد لوب بتاعت. تمام كده؟ طيب تعالى نشوف برضو بعد كده. في بقى سامنج ان انتجر اراي باستخدام الايه؟ اللوب، في او ممكن ان احنا عايزين نعملها باستخدام اللوب بتاعتنا اللي هي سامنج ان انتجر اراي. فسميت الانتجر اراي دي انت اراي اللي هي اسم الداتا بتاعتي، والساعه بتاعتها وورد، حطيت 100 هكس 200 هكس 300 هكس 400 هكس، عايز اجمعهم دول في اطار لوب. بص طريقه ظريفه، احنا كنا لسه عاملين زي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، لكن المره دي انا حاطط داتا معينه. فقال لك ايه؟ بص بقى موف اي دي اي الادرس بتاعي اوفست انتر اري، يبقى كده هيشاور على ثواني انا اسف هجيب برضو القلم بتاعي عشان اقدر اوضح لكم الكلام. هو هنا هيعمل ايه؟ هيشاور على اول عنصر. بعدين الاي سي اكس العداد بتاعي قال لك لينس اوف انتر انت اري، لينس اوف بيعمل ايه؟ بيعد العناصر بتاعتي 1 2 3 4. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيبقى متخزن في الاي سي اكس 4، 4 عناصر عشان هم في عدد 4 عناصر. وبعدين قال لك موف اي اكس ب 0 اللي هو الاكيوميليتور بتاعك زي الصم. تعال بقى ندخل جوه اللوب كده،
اد اي اكس واي دي اي. الاي دي اي لما احط قوسين مربعين معناها كونتنتس، هو مشاور على المية اهي، يبقى هيحط المية في الاي اكس. سوري اد، يبقى اد الاي اكس فيها كام في الاول؟ زيرو، مجموع عليها المية، يبقى يطلع الناتج في الاي اكس بكام؟ ب100. الاد بيعمل عملية اد وبيعمل موف في الاخر في الاي اكس، الناتج بيتخزن في الاي اكس. بعدين قال اد اي اي دي اي تايب انتر اري. بص بقى خلي بالك من الحته دي، طيب بيرجع الايه الوورد فيه 2 بايتس، يبقى بيرجع السعه بتاعتي، فهنا الاي دي اي هيبقى ب2، يبقى انت هتضيف على الاي دي اي كام؟ بصفر بقى بكام؟ ب2. ب2 يبقى المؤشر هيتحرك، هل حركتين هيقف عند 300؟ لا، احنا قلنا المؤشر بيتحرك بالايه؟ بالبايت. فالوورد 2 بايت، يبقى ال 2 بايت دي حركه واحده بس، يعني هيتحرك على الوورد اللي جنب منه، دي لسه كنا قايلينها. فيبقى هنا هيبقى واقف البوينتر عند ال 200 هكس. بعدين قال له اد اي اكس، الاي اكس اخر قيمه فيها كام؟ ال 100. مجموع عليها الكونتنت بتاع الاي دي اي، الاي دي اي دلوقتي واقف هنا، يبقى هياخد القيمه بتاعته 200، يبقى هنا هيجمع ال 200 زائد ال 100 ويحطها فين؟ في الاي اكس. وبعدين يقول له اد اي دي اي التايب انتر اري، يبقى التايب نوعه اللي هو بيرجع 2، يبقى البوينتر هيقف فين؟ اد اي دي اي، يبقى الاي دي اي هيقف هنا لما بقول له، يبقى الاي دي اي بتاعي وقف فين؟ البوينتر وقف فين؟ في ال 300. بعدين بيقول لك اد الاي دي اي الكونتنتس بتاعت الاي دي اي اللي هي 300 مجموعه على الاي اكس اللي فيها 100 زائد 200، فيصبح الايه 100 زائد 200 زائد 300، يجمع بقى يبقى دي اللي متخزنه فين؟ في الاي اكس، مجموع 100 زائد 200 زائد 300. وخلي بالك كل مره الاي سي اكس احنا ناسيين عماله بتنقص، هي بتتكرر 4 مرات، كانت اول مره باربعه، بعدين بتلاته، بعدين باتنين، دلوقتي هتبقى بواحد في الايتريشن دي. خلي بالك من الاي سي اكس اللي عماله بتريبيت معانا. اد اي اكس الاي دي اي بقى اللي هتتحرك البوينتر اللي هو الحركه بتاعته بتاعت ال 2 بايتس، فهتوقف عند ال 400. وبعدين اد اي اكس الاي دي اي الكونتنتس اللي هي 400 مجموعه على المجموع ده كله، تمام؟ دلوقتي يبقى كده جمع المجموع ده هو اللي اتخزن في الاي اكس، مجموع 100 هكس زائد 200 هكس زائد 300 هكس زائد 400 هكس. البوينتر بتاع بقى سوري الاي سي اكس بتاعتك كانت باربعه في اول اتريشن بنعملها، قعدت تنزل تنزل تنزل، دلوقتي بقت بكام؟ بواحد عند الحسبه بتاعت 400 هكس. بعد ما عملت المجموع ده تنزل واحد، بقت بصفر، يبقى يخرج من اللوب دي. يبقى هي بيتكرر 4 مرات، انت ممكن تريح دماغك ان العمليه هي اتكررت 4 مرات بس، تمام؟ يبقى كده جمع الانتجر اري بتاعي. تعالى نستكمل. الكوبينج سترينج، يعني عندك سترينج عايز تخزنه، سترينج يعني مجموعه من الحروف، فسميت داتا بتاعتك اسمها سورس، الساعه بتاعتها بايت، ذيس از ذا سورس سترينج، وسميت تارجت بايت، سايز اوف، سايز اوف بيرجع ايه؟ بيرجع الطيب مضروب في اللينس. يعني هنا دلوقتي الطيب بتاعك الساعه بتاعت الطيب اللي هي بايت يعني واحد مضروب في اللينس اللي هو حسب عدد الايه الكاركتر اللي موجودين عندي. اول حاجه في الكود بيقول موف اي اس اي بزيرو، يعني البوينتر يقف عند الايه التي، بيقف عند اول حرف عندك ده معناه. وبعدين الاي سي اكس سايز اوف سورس، يعني الاي سي اكس ده العداد بقى الكاونتر، يعني قبل ما بتدخل عامل بوينتر وعامل ايه عداد اللي هو الاي سي اكس، محدد العداد بتاعك اللي هو بالسايز بتاعك. واحد هيسال سؤال، طب ما كنت ممكن اكتبها لينس اوف، ينفع اللي هي عدد العناصر، لان سايز اوف مش فارق عن لينس اوف لان البايت بواحد، فالطيب بتاعك بواحد، فلما تضرب واحد في اللينس اوف عشان تجيب السايز اوف هتلاقيه هو هو. بعدين بقول موف اي ال سورس اي اس اي، السورس اي اس اي اول مره بزيرو، فدي زي اندكسد اوبراند اللي قلناها في اول المحاضره، يبقى سورس اوف زيرو، يبقى هيحط التي في الالو. وبعدين بيقول موف تارجت اي اس اي الو، يبقى الالو هتتحط في التارجت بتاع الاي اس اي، التارجت اوف زيرو هيتحط فيها الالو، كان التارجت ده اللي بيتحط فيه الداتا بتاعتك اللي انت بتعملها نسخ، تمام؟ وبعد كده بينكريمنت الاي اس اي عشان البوينتر يروح لتاني حرف، والكونتنتس بتاع تاني حرف يتحط في الالو، والالو دي تحط في تارجت اوف اي اس اي، الاي اس اي بقت بكام؟ كانت اول مره بزيرو بقت بواحد، فكانها تارجت اوف واحد بكذا، بعدين تارجت اوف اتنين بكذا. دي زي بالظبط الاسترينج كوبي اللي خدتها في السي بلس بلس فانكشن معينه، يمكن نبقى نديها في السي بلس بلس، دي اسمها الاسترينج كوبي، موجوده اللي درس
الجزئيه دي في الفانكشن اسمها سترينج كوبي، بتكوبي السترينج واحده واحده اهو. التارجت هي اللي بتاخد عنصر عنصر وبيتحط في التارجت عنصر عنصر لحد ما يتحط كله. وبكده يبقى احنا خدنا المحاضره بتاعتنا خاصه بالاندكسد اوبراند وخاصه بالايه باللوب، وخدنا النستد لوب وخدنا اكزامبل على اللوب. وفي الاخر بتمنى لكم كل خير وكل سعاده، واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.